نحن جئنا هنا اليوم كعائلة الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان وكأسرى محررين وكشعب فلسطيني، جئنا لندق ناقوس الخطر أن خضر عدنان اليوم بات في مرحلة الخطر الشديد. في أي لحظة لا قدر الله قد يستشهد خضر عدنان، عندها لن نغفر لأي من ممن تخاذلوا مع خضر عدنان. جئنا في ليلة العيد، عيد الفطر المبارك. خضر عدنان عندما أضرب عن الطعام أضرب نصرة للكل الفلسطيني، على الكل الفلسطيني أن ينصره. لا غفر الله لمن تخاذل عن نصرة خضر عدنان كائنا من كان، لن نغفر لكل من تخاذل مع خضر عدنان. الله عز وجل سوف يحاسب كل من تخاذل مع خضر عدنان صغيرا كان أو كبيرا، لأن فك الأسير ونصرة الأسير واجب شرعي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فك العاني وعند الله تلتقي الخصوم. كل من قصر مع خضر عدنان سوف نحاسبه أمام الواحد الديان بإذن الله عز وجل. ما زال هناك متسع من الوقت لنصرة هذا الأسير البطل.